مرحبا أعزائي طلبة الثالث متوسط، واليوم في يونت 7 عندنا قطعة The Asian Games، الألعاب الآسيوية. عندنا هذه الأسئلة راح نجاوبها بعد قراءة القطعة. The Asian Games، الألعاب الآسيوية. The Asian Games are held every 4 years. الألعاب الآسيوية تقام كل 4 سنوات. Young people from all over Asia، الشباب من جميع أنحاء آسيا، قارة آسيا، compete in more than 30 kinds of sport، يتنافسون في أكثر من 30 نوع من الألعاب الرياضية. It is an exciting festival، هو مهرجان مشوق وممتع. Strength and skill are tested and friendship are built between people from different countries، القوة والمهارة يتم اختبارها في هذه الألعاب. And friendship، والصداقة تبنى بين الناس من مختلف البلدان. The games are also an opportunity for culture exchange، والألعاب كذلك هي فرصة للتبادل الثقافي. Because the program include، لأن البرنامج، برنامج الألعاب يعني، يتضمن أو يشمل musical performances، استعراضات موسيقية، and exhibitions، ومعارض of architecture and the arts، للهندسة المعمارية والفنون. History of the games، تاريخ الألعاب. The Asian Games were started after the end of the Second World War. الألعاب الآسيوية بدأت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. The idea was to build international friendship through sport. والفكرة منها هو بناء صداقة عالمية من خلال الألعاب الرياضية. This idea came from India. وهذه الفكرة جاءت من الهند. So the first games were held in the Indian capital. لذا فإن أول الألعاب قد تمت في العاصمة الهندية نيو دلهي. In 1951، في عام 1951. In that year، في ذلك اليوم، 489 athletics، 489 رياضي from 11 countries، من 11 بلدا، took part in the games، قد شاركوا في هذه الألعاب. Since then، منذ ذلك الوقت، the number has grown، العدد ازداد. And now more than 40 countries compete in the games، والآن أكثر من 40 بلد تشارك وتتنافس في هذه الألعاب. The OCA، The Asian Games organized by the OCA، الألعاب الآسيوية تنظم من قبل OCA. These letters، هذه الأحرف يعني الـ OCA، stand for the Olympic Council of Asia، ترمز إلى Olympic، هذه الـ O، و Council C، و Asia آسيا، يعني المجلس الآسيوي الأولمبي. 45 countries، 45 بلد and regions and are members of the OCA، وهم أعضاء هذه البلدان 45 في هذا المجلس. And most of them have won medals at the game، والكثير من هذه البلدان قد فازوا بميداليات في هذه الألعاب. Where they been held، أين أقدت أو قيمت. Most recently the Asian Games have been held in Doha، مؤخرا أقيمت في الدوحة قطر، في عاصمة قطر الدوحة. 2006، عام 2006. Guangzhou، China، 2010. وفي الصين في عام 2010. And Incheon،
South Korea 2014 وفي هذه المدينة في كوريا الجنوبية 2014 Iraq's record in the game الأرقام القياسية للعراقية في هذه الألعاب An Iraqi team has attended the Asian Games الفريق العراقي حضر هذه الألعاب 7 times 7 مرات since 1974 منذ عام 1974 up to 2014 وحتى عام 2014 Iraq has won 6 gold medals العراق فاز بست ميداليات ذهبية 15 silver medals و15 فضية and 23 bronze medals و23 ميدالية برونزية which is unusually good for a country in a difficult situation واللي يعتبر هذه النتائج الجيدة هي غير معتادة لبلد يعيش في وضع صعب An extraordinary Iraqi competitor was Ali Adnan Amer واللاعب الاستثنائي المتسابق هو علي عدنان عامر who at just 10 years old واللي كان عمره 10 سنوات فقط competed in a men 200 meters individual medley heat at the Asian Games in Doha, Qatar واللي اشترك في سباق 200 متر فردي في الألعاب الآسيوية في قطر on 6 December 2006 في السادس من كانون الأول عام 2006 والآن نأتي إلى الأسئلة How often do the game take place؟ كم مرة تعقد هذه أو تقام هذه الألعاب الألعاب الآسيوية؟ الجواب Every 4 years كل 4 سنوات When did they begin? متى بدأت 1951 إذا قال لنا وين نقول له عندي نيو دلهي بس هنا يقول وين متى قول 1951 Whose idea was it to hold the games? من صاحب الفكرة The idea came from India نقول فقط إنديا الهند Where were The first games held متى أقيمت أول ألعاب نقول نيو دلهي أو إنديا في الهند هي صعبة الفكرة وهي أول من أقامت هذه الألعاب Where and when were the last games held ما هي أو متى وأين أقيمت آخر ألعاب آسيوية طبعا بالقطعة كاتب في ساوث كوريا كوريا الجنوبية 2014 بس طبعا احنا نعرف انه ب 2018 اقيمت اخر واحدة في جاكرتا اندونيسيا لازم نغير الاجابة كل اربع سنوات لازم تتغير هاي الاجابة لانه حسب وقت كتابة هاي القطعة كانت اخر واحدة 2014 بس احنا نعرف انه ب 2018 في جاكرتا عاصمة اندونيسيا اقيمت اخر دورة سؤال الأخير Has Iraq won any medals in the games? هل فاز العراق بأي ميداليات في هذه الألعاب؟ طبعا نجي هنا الإجابة نقول هنا نعددها نقول نعم فاز وإذا أريد نكتب اللي فاز بها نقول 6 gold medals 6 ميداليات ذهبية 15 فضية و 23 برونزية إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن لا بليز لا بليز لا بليز